وللمزيد حول المأساة التي يعيشها الشعب العراقي بعد تفشي فيروس كورونا وفشل الحكومة في تقديم الخدمات الصحية اللازمة للحد من تفشي الوباء، ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى السنبل. أهلا ومرحبا بك شيخ يحيى. أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الراشدين. بعد أن سجلت وزارة الصحة 33 حالة إصابة وثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، كيف ترون أداء الوزارة والحكومة ككل مع وباء كورونا؟ طبعا ما تقوم به وزارة الصحة العراقية وما يسمى بخلية الأزمة قد جاء متأخرا جدا، وذلك بسبب أن إيران الجار الملاصق للعراق هي الدولة الثانية بانتشار هذا الوباء، ولم تقم هذه الخلية ولا وزارة الصحة ولا رئاسة الوزراء العراقية بوقف الطيران إلا قبل أيام معدودة بعد أن تسرب هذا الوباء إلى المحافظات العراقية وإلى بغداد. وما يعلن من أرقام بسيطة أنا أعتقد أنه ليست الأرقام الحقيقية. الوزارة العراقية أو وزارة الصحة العراقية وما يسمى بخلية الأزمة هي أمام كارثة حقيقية، وهو إفلاس وزارة الصحة من القيام بواجباتها تجاه هذا الوباء، والذي يجب أن تقوم به إلى جانب وزارة الصحة كل الوزارات المعنية التي تقوم بعملية تعقيم المدن وإغلاق الأحياء السكنية وإجراء فحص شامل للمشتبه بهم. وإلى هذا اليوم كما يعلم الجميع سواء العراقيين أو الرأي العام المحلي والعالمي، إلى أننا في ظل حكومة ميليشيات تحكمها عصابات ومافيات وليست حكومة مؤسسات، لذلك فالحدود إلى اليوم هي مفتوحة ويدخل منها الإيرانيون كما دخل قبل أيام الآلاف بحجة الزيارة إلى زيارة سيدنا موسى الكاظم. طيب، وهذا يعني عمل حقيقة غير صحيح وغير وكأن هذه الحكومة تنظر إلى الأمور باستهانة لما يجري في العالم في وقت تستنفر فيه الدول الكبرى والتي تملك إمكانيات أكثر من العراق كل طاقاتها في مواجهة هذا الوباء. طيب، نائب نقيب الصيادلة في العراق يقول إن الحكومة في بغداد قامت بالتبرع بكل الكمامات التي كانت قد استوردتها من الصين إلى الصين مرة أخرى، والآن ليس هناك أي كمامة للوقاية في العراق، كيف تنظرون لهذا الأمر؟ هذا الأمر ينظر به إلى جهل هؤلاء الذين نسميهم مسؤولين، يعني وهم مفروضين على العراق في ظل ظروف الاحتلال التي حدثت، وجاءوا بأشخاص من الشوارع وفق نظام انتخابي هزيل ومزور وأجلسوهم كمسؤولين. لذلك هم لم يحسبوا حساب هذا الوباء المنتشر وقاموا بإهدار هذه الكميات الكبيرة من الكمامات أو تبرعوا فيها إلى الصين في وقت إن العراق يواجه اليوم هذه الجائحة التي تجتاحه وخصوصا في بغداد والمناطق الجنوبية. ولكن نحن نعول على وعي شعبنا البعيد عن هؤلاء المافيات والعصابات، فالكثير من أولئك الأشخاص والأطباء الذين يحاولون قدر إمكاناتهم وبإمكاناتهم البسيطة مواجهة هذا الوباء، ولكن هذا لا يعفي الحكومة الميليشياوية التي تركت الشعب العراقي يواجه مصيره أمام هذا الوباء، وقد أهدرت الأموال العامة للخزينة العراقية على ملذاتهم واستهتارهم وأحزابهم وأغراضهم الشخصية. نعم، الشيخ يحيى السنبل أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة بغداد، شكرا جزيلا لك.